مفاجآت في حكايات البلوجر هدير عاطف وتوظيف الأموال. اختطفت ولا اتقبض عليها؟ بريئة ولا اعترفت؟ الحسيني خلص على والده ووالدته واخوه ورمى السكينة في الترعة وبعدها روح نام. أما بقى اللي قاله بعد ما اتقبض عليه مفاجأة. كل الموضوعات دي وأكتر حصلت خلال الساعات الأخيرة، خليك معانا عشان ما ينفعش يفوتك. حكاية البلوجر هدير عاطف اللي اتقبض عليها من ساعات لسه فيها حكايات ومفاجآت كتير. بداية القصة لما أم البلوجر استغاثت في فيديو وادعت فيه إن بنتها مخطوفة، وبعدها بشوية الحقيقة ظهرت وإن بنتها مش مخطوفة، بنتها مقبوض عليها. دخلوا علينا بلطجية، خطفوها وخدوا ذهبها وخدوا فلوسها وخدوا كل حاجة وسابونا بنت عندها سب في القلب، عندها سب في القلب وعندها مشاكل، عندها سب في القلب وعندها مشاكل. سابوها وخدوا بنتي، خدونا بنتي الساعة 7 الصبح لحد دلوقتي بنتي مش عارفة فين. مش عارفه كده، انا مشتغله في الشارع، البنت بتموت مني. خدوا الذهب وخدوا الفلوس وخدوا كل حاجه، هي جزتها الوحيده انها اتجوزت واحد وحش. احنا مالنا؟ بيشتغل واحد وحش، واحد وحش بيشتغل في اي حاجه، احنا مالنا؟ خدوا بنتي وحققوا معاها، لو لقيتوا عليها حاجه يستاهل يجرب. بنتي ما عليهاش حاجه خالص، واتطلقت منه وقبرته عن كل حاجه، ودي حاجه عليها. سبب القبض عليها واتهامها بالاستيلاء على اموال بعض الاشخاص وايهامهم بتشغيلها. النيابه كمان قبضت على طليقها واخته وزوجها. البدايه الغريبه للقصه بادعاء خطف البلوجر كانت بمثابه مقدمه كده لتفاصيل ومفاجات كتير. هدير عاطف والمتهمين اعترفوا قدام جهات التحقيق بانهم اخذوا 1,000,000 جنيه من المواطنين بحجه استثمارها ليهم، وده طبعا مقابل ارباح شهريه، لكنهم طبعا ما التزموش برد الارباح دي او حتى رد اصل المبلغ. وللي لسه ما فهمش القصه قوي، اللي عملته البلوجر وطليقها هو نفس اللي بيعمله المستريح مع ضحاياه. ده طبعا حسب التحقيقات واقوالهم والاتهامات الموجهه ليهم، لكن طبعا مش ده كل حاجه، في مفاجاه تانية ظهرت في القصه. عاطف السيد والد البلوجر هدير عاطف خرج عن صمته وقال في تصريحات تلفزيونيه ان بنته ضحيه طليقها وانها ما خدتش فلوس من حد. الوالد اكد ان بنته شغاله بقالها 8 سنين بلوجر، وان تحقيقات النيابه اكيد هتبين الحقيقه كامله. هدير اتخطفت، هدير اتقبض عليها، هدير مظلومه، لا ده هدير اعترفت بالجريمه. تضارب كتير في الروايات خلى الكل يدور على تفاصيل اكتر يعرف منها الحقيقه اللي اكيد هتظهر خلال الساعات اللي جايه. اعترافات خطيرة ومرعبة أدلى بيها شاب في مقتبل العمر قتل للأسف والده ووالدته وأخوه في كفر الشيخ. الحسيني وقف قدام جهات التحقيق وحكى اللي حصل اللي خلاه يرتكب جريمته، قال إن أبوه السبب في تصرفه ده وهو اللي خلاه يكره إخواته. المتهم في مذبحة كفر الشيخ قال إنه ليه 3 إخوات غير اللي قتله، وكلهم في حالة كره شديد لأخوهم الرابع بسبب تفضيل أبوهم ليه، واللي كتب له كل أملاكه باسمه عشان يحرم بقية إخواته من الميراث. الواقعة اتسببت في غضب وحزن كبير في كفر الشيخ وعلى السوشيال ميديا. الجريمة بدأت لما نزل الحسيني من محافظة اسكندرية علشان يزور أهله، لكن الزيارة المرة دي كانت مختلفة لأنه طعن والدته وأخوه راح الشقة اللي ساكن فيها والده علشان يخلص عليه هو كمان. المتهم بعد ما ارتكب جريمته رمى السكينة اللي استخدمها في الترعة ورجع تاني محل إقامته في اسكندرية، لكن قوات الأمن قدرت تتوصل ليه عشان تواجهه بالاتهامات دي ويعترف في النهاية ويتم تقديمه للعدالة. ويلا بينا نروح لجولة في أخبارنا السريعة. وزارة التربية والتعليم أعلنت موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 واللي هيكون يوم 10 يونيو المقبل. وقعة مأساوية حصلت على الطريق الدائري لما عامل قرر إنه يدفع زميله من فوق الطريق، وده بسبب إنه اتأخر على استلام الوردية منه. الواقعة تسببت في حدوث إصابات للعامل. عضو مجلس الشيوخ يسرى أباظة بتقترح تقسيم اليوم الدراسي لثلاث فترات، وده للمحافظة على صحة الطلاب ومواجهة الكثافة الطلابية داخل الفصول. كابتن حسام حسن بيرجع مرة تانية لتدريب النادي المصري البورسعيدي بعد رحيل الكابتن إيهاب جلال عن تدريب الفريق. حزن كبير على المواطن المصري مصطفى عبد العزيز، وهو شاب من محافظة الغربية توفى في إيطاليا بسبب البرد الشديد. بكده تكون خلصت حلقتنا، وكالعادة أخبارنا ما بتخلص. مستنيين آرائكم عن الحلقة والأخبار في التعليقات.